برضو احنا يعني انا هسمي الفقره دي فقره الفضول، بدافع الفضول. حضرتك او قداستك انشات في دير الانبا بشوي مكتبه، انا عندي معلومه وقداستك صحح لي ان بيجي لها طلبه من العالم كله عشان يطلعوا على الكتب اللي فيها. قولي رؤيه وراء انشاء هذا الصرح الثقافي والروحي. ما كانش عندنا مكان واحد فيه كل هذا التاريخ. شويه موجودين في اسكندريه وشويه موجودين في القاهره وشويه في بعض الاديره وشويه في كنائس قديمه. فكان لازم نجمعها. ففكرنا ان ننشئ المكتبه دي في القاهره. القاهره مش ناقصه زحمه. فبعض المختصين واحنا بنفكر في الانشاء قالوا لازم ننشئها في مكان جاف عشان نحافظ على الكتب. فاحسن مكان يبقى مكان صحراوي. طبعا. فابتدينا ننشئها في منطقه صحف المقر البابوي. هي بتؤسس على اعتبار انها ستكون اكبر مكتبه قبطيه في العالم. وده جزء من تاريخ مصر. انا شرفت بزيارتها، هي فعلا من الاماكن المميزه في مصر كلها يعني. وبتكبر مع الايام. حتى يعني في التاريخ يقول لك المكتبات بتحلو مع الايام. من المكتبه دي عمرها 10 سنين، عمرها 50 سنه بحسب ما تحوي. تثرى. فهي عماله تكبر شويه بشويه. وبنضيف لها امكانيات اكتر واكتر، لدرجه بعض الناس يقولوا انها بعض يعني الاساتذه يقول لك دي بقت صغيره وهي لسه ما كملتش 3 سنين. اتملت كتب بقى.